مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع الضباب الذي سيميز السواحل الغربية خلال صبيحة الغد أن تصبح الأجواء مشمسة خلال النهار، مغشى جزئيا بسواحل الوسطى وقليلة السحب نحو السواحل الشرقية. الرياح ستكون قوية نحو السواحل الوسطى والغربية، تقارب سرعتها 50 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للمناطق الداخلية ستكون الأجواء شبه رعدية مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية نحو المرتفعات الوسطى. قد تنتقل هذه الأمطار الرعدية إلى السواحل الوسطى وهذا خلال أواخر النهار. المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة على العموم، تكون شبه رعدية بأقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار والتاسيلي. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستقارب 19 درجة بتيزي وزوبات نأتي ليمسان، 21 درجة بالعاصمة عنابة، 22 درجة كعلى مقياس بغليزان. أما جنوبا لن تتعدى 16 درجة بتندوف، 27 درجة منتظرة بكل من غردايا وإليزي، 23 درجة فقط ببشار، وترتفع إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله ستكون فصلية، مقاييس من بين 30 إلى 31 درجة على السواحل، 33 درجة بتيزي وزو والجلفة، 35 درجة بالبيض، ترتفع إلى 39 درجة على مقياس بغليزان معسكر وعين دفلة. جنوبا 39 درجة أيضا منتظرة بغردايا بالأغواط وجنات، 36 درجة ببسكرة ورقلة والواد، 38 درجة ببشار، وترتفع لتفوق 40 درجة من الصحراء وسطى لغاية أقصى الجنوب لتقارب 44 درجة تحت الظل. البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو السواحل الوسطى والغربية، حتى الرياح ستكون قوية تصل أحيانا إلى 60 كيلومتر في الساعة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية، وهذا على كل السواحل. لكن البحر سيكون مضطرب مع رياح معتدلة بالنسبة لسواحل الشرق.